هذا الحي تنقولوا ليه درب الحجر سباته. حنايا في مجموعه ديال الشباب عزيز والمسؤول على هذا الحومه عندنا هو اللي جمعنا وقال لنا الدراري خصنا نديروا واحد المبادره فهمتيني باش حنا نقاو الحومه فهمتيني نقاو الحومه ديالنا وباش ما يبقاش عندنا حنا الفيروس ان شاء الله. هذه المبادره اختي اش غنقول لك بغينا نديروا واحد العمل جمعوي فهمتيني ما بين الاصدقاء ونديروا واحد المبادره ديال ان نوقيو نديروا الوقايه للحي اللي كنعيشوا فيه. انا من هذا الحي ديال زنقه 7 حنايا اليوم جمعنا حنا دراري ولاد الدرب ولاد الحي الشعبي بغينا ننظفوا الدرب ديالنا نعقموا وفخ. شفنا من دروب اخرين عجبتنا هاد القضيه هادي صافي وحنا تجمعنا حتى حنايا وبغينا نديروا هاد القضيه اللي شفنا في دروب اخرين بسبب كورونا وبسبب بزاف د الحوايج هاد الوباء بزاف الدرب كامل شي 30 واحد ولا بزاف كل واحد ومخرج العايبه ديالو فهمتي صافي كل واحد مخرج كما كنقولوا الشطابه والما وجبنا برودوي الدواء وانا نعقموا الدرب ديالنا بحال اللي كنشوفوا في دروب اخرين بغينا نديروه حتى حنايا في الدرب عندنا. كنشكروا الاخ عزيز هو اللي تكلف بهذا الشيء هذا وهذه البادره جد طيبه لحد كاين دراري صغار هنايا والناس كبار البادره جد طيبه مزيانه افتخروا بها. بادره حسنه نظرا للتضامن الكبير اللي كيعرفوا هذه الاحياء هنايا في سباته بادره طيبه ان نقوموا بتنظيف الازقاء والحي وكنتمناو هذه البادره تعم ازقاء اخرين واحياء اخرين وغيحترموا مسافه الامان وشروط الوقايه. ما تكون مسافه الامان ما تكونش التقارب وداك الشيء وهي خطوه جيده اصلا باش يتعقموا الاحياء ويحيدوا ديك الازبال وداك الشيء ويحترموا الشروط ديال اللي نصوا عليها في القنوات وداك الشيء. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.